والله يعصمك من الناس. إذا نظرت إلى مطلع الآية وإلى نهايتها تستفيد فائدة عظيمة. بلغ والله يعصمك، فالمبلغ يحفظه الله، فقد يظن ظان أن الجبن ينجي، لا أبدا، بل الجبن والعياذ بالله يهزم. أما البلاغ فسبب من أسباب النجاة، فملتمس أسباب النجاة يلتمسها في تبليغ ما أنزل عليه من رب. بلغ والله يعصمك من الناس، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، فحسيبهم الله. احفظ الله يحفظك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا تظن أن كتمان العلم يسبب لك النجاة، بل تبليغه يسبب لك النجاة. وأنا أذكر أمرا، لما رجعنا من بلاد اليمن عن شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه وبلغنا الدعوة بعض الشيء، فثم شخص كان هنا في مصر لم يخطر أن يدعو إلى الله وكان على علم، فسكن. فلما سكن ارتابوا من أمره، عن الشرط والمباحث، فسجن 8 سنوات، لأن الظاهر أمرك معروف، لكن الذي يخفي أمره يقلق. لكن هي إرادة الله قبل كل شيء. بلغ والله يعصمك من الناس، عليها شواهد كثيرة جدا سمعتموها. ومن العلماء من التمس وجها للتأويل في قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قالوا من الوجوه في تفسيرها بتبليغكما آياتنا: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، قدروا محذوفا بتبليغكما آياتنا ستغلبون بإذن الله أنتما ومن اتبعكما. فدوما من أسباب السلامة والنجاة التبليغ. وإذا قرأت آيات النهي عن المنكر في الكتاب العزيز ترى الآتي: فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، إلى قوله تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنجينا من؟ الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. عموما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مآلوه بإذن الله إلى النجاة بالحكمة والموعظة الحسنة، مآلك بإذن الله إلى السلامة والنجاة. والذي يسكت الله أعلم هل سيعذب مع المعذبين أم ينجو مع الناجين. أن العلماء اختلفوا في أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر، ذكر الله أمرها في النهاية: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، إلى أن قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والذين لم ينهوا عن السوء هل هم هنا مع الناجين أم هم مع المعذبين؟ وردت أقوال. فالتبليغ، تبليغ دين الله، سبب من أسباب حفظك ونجاتك بإذن الله تعالى. قال تعالى: بلغ، إلى قوله والله يعصمك من الناس.